يسعد مساكم مشاهدينا الكرام عبر قناة كويت سبورت من خلال شهر رمضان المبارك وفي برنامجكم قانون اللعبة. كل يوم احنا وياكم في لعبة سواء كانت فردية او حتى جماعية، واليوم لعبتنا راح تشمل هالجانبين الفردي والجماعي. ضيفتنا العزيزة راح تسولف ويانا ومن خلال وجودها راح تسلط الضوء على كثير من القوانين سواء الرئيسية او حتى المستحدثة. لكن من هي ضيفتنا؟ بعد البطاقة التعريفية نتعرف عليها. حكمتنا خالدة العلي صاحبة طبعا لعبة كرة الطاولة، منورتنا في الاستوديو. يسعد مساك استاذة خالدة. الله يسلمك، الله يحفظك، يسعد مساكم. الله يحفظك ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير من خلال شهر رمضان المبارك، وان شاء الله ينعاد عليك دائما وابدا. بنسولف عن كرة الطاولة واهم القوانين فيها بكل تفاصيلها بدءا من الملعب. اول شيء اتشرف بوجودي وياكم بهالشهر الفضيل. عندنا كرة الطاولة، نعم. هي كرة يلعبون فيها اللاعبين، انزين، وهي يعني اهم شيء عندهم الاحساس باللعب، احساس بالكرة. جميل. يعني عندنا اشرح لك الملعب اول شيء. جميل. يتكون من يكون طوله ما يقل عن 14 متر. حلو. وعرضه 7 متر. تمام. عندنا الطاوله مترين و74. حلو. طولها، عرضها متر و52 ونص. ممتاز. ارتفاع الطاوله ممتاز. عن الارض. أيوة. 67 سنتي. حلو. يعني ما تكون وايد طويله ولا هي قصيره. هذا ستاندر، هاي الستاندر لهذا الدولي، هذا القانون الدولي. ممتاز. للادوات ملوت اللعب. حلو. ارتفاع الشبك، ارتفاع الشبك 15 سنتي. 15 سنتي. اي. عندنا الارتفاع الطاوله. نعم. لازم يكون فيها الملعب يكون ارتفاعه مو أقل من 5 أمتار لأعلى. حلو. ولازم تكون الإضاءة موزعة على جميع الطاولات. تمام. ما يكون في مكان إضاءته قوية. حلو. ومكان إضاءته خافتة. جميل. لازم تكون كلها علشان اللاعب متساوي ما يتضايق وهو قاعد يلعب اللعبة. حلو. وأي إضاءة تيلة من الخارج ممكن أنه هو يوقف. تمام. ويقول أنه في إضاءة طاقة بعيني. حلو. يوقف. حلو. اللعب، ومن حق الحكم يبلغ الحكم العام يسكر المكان او يغير مكان الطاوله. طبعا هذا في قرار من الحكم العام. في نقطه بس خليني اوقف عند هذه، انت قلتي اي اضاءه خارجيه. انا اللي اعرفه بعد انه يعني حتى ريحه السيجاره او ريحه اي شيء فيها ياثر على الصاله يوقف اللعبه. بقول لك شيء، انا راسي يعورني من ريحه السجاير. اذا احد دخن إيه؟ بمنطقه اللعب يعني على طول اروح واقول له ممنوع التدخين في هذه المنطقه. صحيح. طبعا هذيل الاشياء الاساسيه اللي هو مسؤول عنهم الحكم العام. نعم. الحكم العام من اول ما يدخل الصاله او من المواقف اللي برا يكون هذا كلها مسؤوليه الحكم العام. نعم. ولما يدخل هو مسؤول عن انه هو يوزع الطاولات. حلو. على الحكام، ومسؤول عن اي عارض خارجي. حلو. يكون يصير داخل الملعب. جميل. سواء طاح اللاعب تعور. نعم. هم مسؤوليه الحكم العام انه هو يوقف اللعب. تمام. ويعطيه فتره راحه انه هو يتعالج. حلو. واذا في دم يمسح مكان الدم. ممتاز. ويرد يكمل اللعب. ممتاز. بروح الى المضارب ونوعيه الكره. هل المضارب في نوع معين، سمك معين؟ المضرب لازم يكون عليه جلدة. انزين، هذه الجلدة لازم تكون معتمدة من الاتحاد الدولي. ممتاز. ما يصير اللاعب يلعب بجلدة مو قانونية. ممتاز. ممكن للاعب انه هو يلعب طبعا في اي شكل من المضرب، في شكل مربع، دائري، اي شكل. حلو حلو. الكرة، بس بروح الى الكرة. لحظة بس بقول لك عن المضرب، انه لازم الجهة اللي يضرب فيها الكرة او يصيد فيها الكرة تكون فيها جلده. نعم. يعني ممكن ان يحط مضربه إيه؟ جلده موجوده، الصوب الثاني يصبغه. اوكي. انزين. حلو. بس ما يلعب فيه. إيه. اذا لعب بالمكان اللي ما فيه جلده ينحسب عليه مخالف.
تمام. نقطة للخصم. الكرة في أنا أشوف لونين، في أبيض في وفي برتقالي. على حسب قانون أو نظام البطولة. حلو. بس اثنينهم معتمدين. اثنينهم معتمدين من الاتحاد الدولي. الكرة لازم تكون مصنوعة من مادة بلاستيكية. حلو حلو. قطرها يعني ما قطرها 2. تمام. فاصلة 4. حلو. وزنها يكون 40. ما تكون فيها بروز. تمام. لازم تكون تمام. مدورة. مستوية. تمام. اللاعب له الحق إنه هو يختار الكرة اللي راح يلعب فيها. حلو. حلو. في عندنا منطقة فيها تحديد يختار فيها اللاعب الكرة. لكن يعني هذا طبعا هل العدد مفتوح ولا عدد معين؟ 3 كرات. 3 كرات يختار. يجي طبعا الكرة، هو على أي أساس يختار الكرة؟ نعم. إنه لما يطقها بالطاولة ترتد مسافة 23 سنتي. ممتاز. يصير في ارتداد الكرة مضبوطة. يكون الكرة مضبوطة. تمام تمام تمام. هذه أبرز القوانين الرئيسية في كرة الطاولة مع الأستاذة وخلينا نقول الحكم الدولي خالدة العلي. لكن في قوانين مستحدثة، شنو هي ترى بعد هذا التقرير؟ رياضة تنس الطاولة إحدى أكثر الرياضات شعبية من حيث عدد اللاعبين، وهي من أحدث الرياضات الكبرى الحالية. ويرجع تاريخ نشأة لعبة تنس الطاولة إلى عام 1890، والتي أسسها البريطاني جيمس تشيب. وكانت اللعبة حينها تمارس بالمنازل، إلا أنه قام بوضع قوانين واضحة لها مما جعلها أكثر انتشاراً. وتأسس اتحاد كرة تنس الطاولة عام 1926، وضمت رياضة كرة الطاولة كرياضة أولمبية في عام 1988. من بعد التقرير الخاص في كرة الطاولة نبي نتعرف على القوانين على قولتهم الجاية اللي صارت اللي توها طلعت على الساحة في هذه اللعبة. أستاذة خالدة العلي، نبي القوانين المستحدثة في كرة الطاولة، يمكن الكثير يتابع يعرف عن اللعبة، ولكن في قرارات في قوانين جديدة قاعد نشوفها، ولكن نقول أوف هذه شلون صارت، شلون انحسبت، يريت نورينا فيها. أول شيء القانون اللي تم تغييره بالفترة الأخيرة. نعم. اللي هو النصح حق اللاعبين. قبل كان النصح يكون بالفترة اللي توقف فيه اللعب. حلو. ويكون اللاعب برا الطاولة مع يعني المدرب. مع المدرب. جميل. الحين اللي تم انه يتم اي وقت ممكن للمدرب يعطي النصيحة، بس ما تكون اثناء تداول الكرة. حلو. اذا صارت اثناء تداول الكرة ياخذ انذار. جميل حلو. هذا انذار. واذا تكرر انذار. اذا تكرر، اذا اللاعب طبعا قبل لا يطق الارسال له ممكن انه ياخذ. حلو. بس انه هو لما يرفع الكره من ايده ما له حق انه ياخذ اي نصيحه. ممتاز. ولا انه يرجع ورا. أي. يروح حق المدرب. أي. وياخذ النصيحه ويرد. هذه اهم حركه، مجرد انه هو الكره طاحت يم المدرب ممكن انه ياخذها يسمع اي نصيحه. جميل. بس ما يكون دايركت. اثناها فيها انذار. الوان الجلد شنو هي؟ عندنا الحين الجلدة هي اللون الأحمر أو اللون الأسود. حلو. بس في القانون راح يكون، بس مو الحين، على شهر 10 راح يقرونه الاتحاد الدولي. هذه المعلومة توصلت لنا. نعم. إنه راح يكون أكثر من لون حق الجلدة. يعني بس هم للحين ما حددوها. بس مو ألوان يعني على قولتهم الفاقعة. والله راح يكون فوشي، بنفسجي، أخضر. ممكن يأثر على اللاعب. لا يعني هو أهم شيء أن الجلدة ما تكون فيها يعني لمعة وايد. أي. اللي يتأثر أو فيها إضاءة. هذا أمر تسويقي ممكن أكثر يكون. ما أدري، بس أهما هذا يعني عشان ما يصير بس لونين. أي. فزادوا الألوان. أشكره زادوا اللاعبات في كرة المضرب يعطونهم الألوان. أستاذة خالدة العلي، شكرا على تواجد اليوم ويانا في قانون اللعبة، وعلى فعلا شرحك المفصل على ابرز القوانين سواء كانت الرئيسيه او حتى المستحدثه منها. الله يسلمك، الله يحفظكم، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا لك. وشكرا لكم انتم متابعينا مشاهدينا الكرام من خلال قانون اللعبه خلال هذا الشهر، شهر رمضان المبارك. تابعونا في حلقه قادمه باذن الله، ولعبه جديده وقوانين اخرى مستحدثه ورئيسيه. فما الله.